فين التفويض اللي احنا عملناه لسيادة الرئيس في 30/6 و26/7؟ اقول لك فين ولا تزعلش. ايه خلاص التفويض ده يتعمل له ريستارت ونعيده من الاول تاني؟ فين؟ اقول لك فين ولا تزعلش. طالب ايه؟ جاوبني. قول لي طالب ايه من الرئيس؟ ماذا يفعل إيه؟ الرئيس؟ حضرتك قول لي، قول لي عملت تفويض للرئيس 26/7 وكلنا عملناه، ماذا تطلب من الرئيس؟ هو عمل ايه؟ عمل ايه بالتفويض ده؟ اقول لك فين ولا تزعلش. ارحموا امهات مصر، ارحموا اباء مصر، تعالوا شوفوا الناس. شكرا يا استاذ احمد.